رح نضل ليا بعالم الطفولة، هذا العالم الواسع اللي بيحمل بحر من المعارف وبحر من القوى البدنية والنشاطية مثل ما كنا عم نحكي بالفقرة السابقة. رح نحكي اليوم عن موضوع السمنة عند الأطفال. كثير بنشوف بحياتنا اليومية وبالواقع أطفال هيك بنقول عنهم بالعامية عجعيج، بننبسط بهذا الطفل وبنلاعبه وهيك بنقول عنه كربوج، ولكن بيوم من الأيام هذا الطفل بصير تنمر عليه إن كان من رفقاته بالمدرسة إن كان من أبناء الحارة نفسها، فبصير الموضوع راح للجانب النفسي. اليوم تفاصيل حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم استشارية التغذية أريج درويش. يسعد لي صباحك. صباح الخير. صباح الخير أريج. صباح الخير. والله 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 مالك قلب تحرميهم للأولاد إنه يأكلوا، مالك قلب إنك أنت يعني ما تعمليهم سندويشات طيبين، ما تدلليهم بالشوكولا خاصة هلا بالصيف، يعني طب انه شو طفله شو سمنه وشو انه نروح على ريجيمات اكيد نحن اول شيء بدنا ننتبه مع الطفل انه ما في حرمان، يعني هي اول فقره بدنا نحطها للامهات وللكل انه ممنوع الحرمان عند الطفل، لانه الكبير اذا حرمتيه حيصير يرغب بكل شيء، فكيف الطفل اذا كان صغير وعم بيشوف رفقاته او عم بيشوف اي حدا عم ياكل هي الاشياء؟ هلا نحن ما لنا ضد انه نحن ناكل من كل شيء، اكيد بده ياكل من كل شيء ويجرب كل شيء، بس نحن بدنا نعرف قديش الكميات المسموحه لهذا الطفل وكيف نحن نقدر فهموا انه هذا الشيء ممكن يضرك اذا انت كترت منه. يعني نحن للاسف انه بمجتمعنا نحن بنكافئ الطفل بالاشياء السيئه، يعني لما بدنا نحن نقول للطفل مثلا كل هي السندويشه او خلص وجبتك بتاخذ شوكولا او بتاخذ كيس الشيبس، نحن لما عم نزرع هاي الفكره براسه من عمر صغير عم نفهمه انه الشيبس او الشوكولا هو المكافاه تماما، فهو لما بيكبر حيصير هو بيتجه لهي القصص اكثر بشكل تلقائي، فنحن عم نعلمه على الاشياء الغلط من هو صغير. فنحن بدنا نحاول طب من لما ببلش الطفل بيوعى وبندخل له الاكل نبلش نحن نتعامل معه شوي شوي. والشغلة الثانية انه اطفالنا مرآة لإلنا، فنحن لما بدنا نشوف ابننا او ابونا عم بضلوا ياكلوا فاست فود، عم بضلوا يشربوا كولا، يعني ممكن نحن بنجيب احيانا الكولا او المشروبات الغازية على البيت، هي بس للكبار ما بممنوع الصغار يشربوا منها، فهو حيصير يرغب بزيادة. فنحن يعني هي الكلمات هي اللي بتخلي الطفل انه يتعلق بهي الاشياء المضرة اكثر. او بس تكبر بدك تشرب كولا، اوف شو بشعة، يعني انه انا بدي اقعد استنى لاكبر لا اشرب كولا تماما. طيب أريج عم نحكي عن موضوع السمنة عند الأطفال. اليوم في أطفال بعمر صغير بيكونوا عجعيج بيكبروا بيروح هذا السمنة طول بيمت معه طول وبيرجع للوزن والجسم الطبيعي، ولكن في مؤشرات اليوم أنا بتخليني أعرف إذا طفلي عن جد عم بيعاني من سمنة. في هرمون أحيانا بيكون موضوع هرموني عند الجسم أحيانا وراثي، وأحيانا مثل ما قلنا نظام التغذية بيكون كتير عالي وكتير سيء. تمام. اليوم أنا كيف بدي أعرف إذا طفلي عنده مؤشرات سمنة لبعدين أو ممكن تروح طول بالطول؟ قالوا لي يعني كل الأجداد والأمهات إنه هذا كله حيمد طول. تمام. ولكن في بعض الحالات لا للأسف، يعني أكيد. هلا نحن اول شيء بدايه نعرف شو هي السمنه بشكل عام. السمنه هي زياده او اضطراب بيؤدي لزياده كتله الدهون بالجسم عند الاطفال. طبعا نحن كل ما كان الطفل بعمر صغير، نحن نبلش من فتره الارضاع، لما نحن الام بتعتمد على الارضاع الصناعي بعمر صغير وبتترك الارضاع الطبيعي اللي نحن دائما بنشجع عليه، فنحن عم نزيد عدد الخلايا الدهنيه عند الاطفال بعمر صغير. فهي اول خطوه، يعني تخيل الطفل من لما ببلش بفتره الحليب والارضاع، طول ما نحن طولنا فتره الارضاع من الام كان افضل للطفل. نحن بنقول عن الطفل انه بدين في خلينا نقول مؤشرات او مقاسات معينه نحن بناخذها. طبعا نحن لحتى نعتبر الطفل بدين بدنا نحن ناخذ شغلتين كثير مهمين، ما بنعتمد بس على وزنه او على طوله او على عمره، بدنا نعتمد على الثلاثه سوا. يعني نحن بدنا نشوف عمر الطفل وطوله بالنسبه لوزنه. في اطفال نحن ممكن يكونوا بعمر صغير واطول من اعمارهم، فنحن هون وزنهم اكيد بيختلف، فما في نحن ما في عندنا رقم معين مثلا لهذا الطفل بهذا العمر لازم يكون هيك وزنك بالضبط، لا نحن في عندنا رانج معين بنمشي عليه، بس هذا الرانج بيعتمد على المخططات النموية اللي نحن مننزلها. فنحن بناخذ طول الطفل وعمر الطفل بعدين مننزل الوزن عليه. إذا عطيتينا مثال اليوم انت مثلا اذا في عندنا وزن وطول وعمر. تمام. هلا الاطفال مثلا بعمر 8 سنين المفروض، هلا كثير بصراحه عم يجي على العياده عم بيكون وزنهم بين ال 40 لل 45، تخيلي 8 سنين او 9 سنين 40 ل 45 هذا وزن كثير كبير بالنسبه لهم. هو الوزن الطبيعي بهذا العمر يكون تقريبا بين ال 25 ل 28، فشوفي عندنا 20 كيلو نحن زياده، وكل ما كان الطفل هو
صغير عنده زيادة وزن أو بدانة بيصير أصعب بالمراهقة أنه ينزل من وزنه، لأنه مثل ما قلنا أنه بيزداد عدد الخلايا الدهنية، فنحن حيصير في عنا المهمة الأصعب. هلأ أسباب السمنة كتير كتيرة، أول شيء نحن في عنا ممكن تكون الأسباب هرمونية مثل خربطة الغدة الدرقية، لهيك نحن لازم نتابع الطفل بشكل كتير صح لنشوف إذا أكله مثلا أكله ما بيتناسب مع وزنه أو كمية الأكل اللي عم ياكله ما لازم يكون بهذا الوزن، فنحن لازم فورا نتجه للتحاليل الخاصة عن طبيب الأطفال أكيد لحتى يحدد إذا في عنده مشاكل هرمونية أو ما عنده. الشيء الثاني هي العوامل الوراثية، في حال كان في عنا نحن سمنة بين الأب والأم أو عائلة الأب أو عائلة الأم فكمان ممكن الطفل معرض أكثر للإصابة. والأهم والأكثر موجود أكثر شيء هو اللايف ستايل أو الحياة. هلأ نحن عم نشوف الأطفال بأعمار صغيرة أكثر شيء عم بيعانوا من قلة النشاط البدني، ما بقى في أطفال عم تلعب، ما بقى عم بيطلع يلعب بالشارع، ما بقى عم يلعب مع رفقاته، دائما لابتوب، دائما على الآيباد، فهذا الشيء نحن بدنا نشتغل عليه مع الطفل. ما في حرق تماما، يعني حتى لو هو عم ياكل كميات أكل قليلة أو عم ياكل أكل صحي فهو ما عنده نشاط بدني، لما هذا الطفل ما عنده نشاط بدني فهو لا عم يحرق ولا عم بينمي كتلة عضلية لقدام لحتى تفيده. فنحن ممكن نلاقيهم أغلب الأطفال بهذا العمر أو أغلب الدراسات الموجودة حاليا أنه الطفل عم بيكونوا قصار القامة وبدينين. تمام. نحن ما عندنا كتلة عضلية، ما عم ينبنى، فنحن لازم نشجع على النشاط البدني كتير صح، وبرجع بركز على دور الأهل بهذا الشيء. نحن ما لازم نعلم طفلنا دائما على الآيباد، نحاول ما نحرمه، أكيد ما نحرمه، بس بنحاول نحن نلاقي طريقة، يعني نحن مع الأطفال بدنا نتعامل على النفسية، نشتغل على نفسيتهم أكثر ما نشتغل ممنوع ومسموح صح وغلط. هذا الشيء ما بيمشي مع الأطفال هذا بصراحة. الجيل يعني إذا بدك شيء من السوبر ماركت بدك ساعة تترجي تماماً ليقوم ليروح بالضبط. أريج خلينا هيك نحكي بنقطة كتير مهمة عند البنات اليوم. البلوغ عم يصير على بكير كتير نتيجة الهرمونات، نتيجة الفاست فود، نتيجة اللايف ستايل الغلط يلي حضرتك ذكرتيها، يعني عم نلاقي رابع خامس سادس عم يوقف النمو أو بيصير بطيء تماماً. ممكن يصير في سمنة، ممكن يصير في حتى كياس وقصص عم نسمع عند عمر صغير كتير عم تكون موجودة. تمام. خلينا نحكي عند البنات بالذات، يعني في هيك يعني حالات في إلى حلول حالات البدانة أكيد. نتيجة البلوغ البكير أكيد. هلأ في الصراحة كتير منتشرة هاي الحالات كتير. يعني عم تكون موجودة بشكل بدانة وبشكل حبوب على الوش، عم بتكون بأعمار صغيرة، يعني إحنا كنا هاي الحالات نشوفها بأعمار فوق 20، هلأ لا عم بصراحة عم بتكون بين 13 ل 14 عم بتكون موجودة هاي الحالات. فنحن بهاي الحالات هون صار الطفل أوعى شوي، فإحنا ممكن نحن نقدر نحكي معه. وفي شغلة كتير مهمة إنه الطفل دائما بيقبل من شخص خارج عائلته، يعني غير أمه وأبوه أكثر من أمه وأبوه، يعني ممكن لما بتاخديه أنت لعند أخصائي تغذية بيحكي معه بطريقة يقدر يتواصل معه بشكل صحيح، يفهم نفسيته بشكل صحيح، ممكن يسمع منك وينفذ كل شيء بدك تقولي له إياه، بينما ممكن نفس الحديث تقول له إياه أمه أو أبوه ما يتقبله. فنحن دائما بنركز على دور أخصائي التغذية بهي المواضيع بالمشاركة مع الأطباء النسائية، لأنه إذا عالج نسائية بدون ما يكون في انتباه لطبيعة الأكل حيكون العلاج أطول وبياخذ فترة أطول. فنحن بهي الحالات اللي بيكون ممكن يكون في عندها أكياس بدنا نخفف شوي من المنتجات اللي بتحتوي على الحليب. طبعا كمان نحن أنواع الحليب كتير موجودة، بدنا نحاول ننتقي الشيء الصحيح والمناسب لكل شخص. لازم صح؟ هلا أنا دائما مع قليل الدسم، يعني هلا خالي الدسم أنا ماني معه بصراحة، يعني هي الزيرو ولا لا ما بيكون فيه؟ هلا نحن في عندنا خالي قليل ومتوسط ومرتفع، بس الزيرو هو ما بيعطي ولا مفعول. ماني معه نهائيا، يعني الخالي الدسم أول شيء إذا طعمته ما أنا مستساغة نهائيا فنحن ممكن نضيف له سكر لحتى نقبله، فنحن عم نروح كل الفوائد الموجودة فيه تماما. بالإضافة لأنه احنا في عنا فيتامينات بالجسم بدها دهون لحتى تنحل، يعني نحن الفيتامين A و D اللي هلا كثير فيه نقص، و A و K هدول اذا ما كان في دهون بجسمنا فنحن ما رح نقدر نمتصهم بشكل صحيح، فكتير ضروري انه نحن ناخذ الحليب قليل الدسم مو خالي الدسم لحتى نقدر نستفيد منه بشكل صحيح. العصائر او الفواكه كمان نحن دائما بنشجع عليها، بس في عندنا فكره كثير مهمه بالنسبه للعصير. العصير نحن دائما ناخده المعلب، يعني قليل لحتى ناخده العصير الفريش اللي بنعصره دائما. العصير المعلب بيحتوي على كميات سكر عاليه جدا وملونات، فنحن نحاول إما نبدله بعصير فريش طبيعي أو نقلل الكمية اللي عم ناخده منه في حال ما كان متوافر العصير الفريش. حتى العصير الفريش لما نحن بنعصره بيبقى أكثر من ساعتين ما بنشربه، فنحن عم نخسر كميات فيتامينات كتير عالية. يعني شوفي شغلات نحن بسيطة ممكن نعملها نفكر إنه عم نعمل أشياء صحية هي تكون نحن عم نخسر كل الفوائد الموجودة. فنحن بدنا نبعد عن مشتقات الحليب بهي الحالة، بدنا نحاول نخفف شوي من النشويات، مو نقطة، نخفف ونعتمد على البروتينات بكمية كتير عالية. تمام. طب أريج في نقطتين دائما او صرنا نشوفهم كثير، انه الطفل هلا وقت اللي بده ياكل حتى لو ساندويش صغير بيفتح موبايله صح. بيتابع شيء،
فبيجوز تخلص معه السندويشه تنتين هو مانو باللاوعي يعني مزبوط. قاعد عم ياكل بهي الطريقه وهي الكميه مزبوط. ومنشوف طفل بياكل كميه كثير كبيره ولكن هو جسمه كثير نحيف بنقول بالعاميه انه عظمه رفيع او يمكن هي علميا انه معدل الحرق بيكون كثير عالي تماما. عنده خلينا نحكي اليوم وقت الاهالي بيروحوا لعندكم على المركز وبيكون في حاله علاجيه اليوم كيف عم يتم التعامل معه؟ تمام. هلا اول شيء بالنسبه للاطفال اللي حكيتي عنهم اللي بياكلوا كميات كبيره وعندهم حرق سريع، هلا هون اغلب هي الاطفال بيكونوا عامل وراثي مساعدهم بشكل كثير كبير، الجينات بتلعب دور كثير اساسي وكثير كبير بانه تكون عندنا سرعه حرق. طفل جيناته الاكثر مين بياخذها؟ ما من الام او من الاب، ما في شيء يعني كامل هلا ممكن، لا ما في شيء ثابت، هي بتصير بنسب معينه ما بين الاب والام، ممكن عائله الاب وعائله الام كمان تاثر بشكل كثير كبير. الاطفال يلي بيكون في عندهم زياده بالوزن او مثل ما قلتي بيلتهوا كثير على التلفزيون او على الموبايل هن وعم ياكلوا، نحن بدنا نحاول اول شيء يعني هي شغلات بسيطه بس بتساعده كثير، نحن اول شيء بدل ما نعطيه مثلا اذا بدنا نعطيه قطعه فواكه، بدل ما نعطيه التفاحه مثل ما هي هو ما رح يتقبلها بصراحه او ما رح يكون هيك شيء مغري له انه ياكله، فنحن ممكن نقطع له اياها ونحطها بصحن هو بحبه او لون هو بحبه، فهون صار في عندنا نحن كميه اكبر، فهو حيشوف كميه اكبر بالعين انه هي التفاحه خلص مقطعه ففيها كميه كبيره، وحيصير ياكل بقطع صغيره فهو حيشبع بدل ما هو ياكل اول تفاحه يرجع يجيب الثانيه بشكل سريع وياكلهم. هذا الشيء كثير نحن فينا نلعب فيه مع الاطفال، وبيرجع دور مثل ما قلنا نحن انه للاهل، نحن دائما يكون الاكل بوقت معين، يكون مجموع العيله تماما في تنظيم، هذا اذا نحن ما نظمنا بالعائله من هو بعمر صغير ما رح يقدر يتعود، يعني لما بيشوف امه او ابوه فاتحين الموبايل او عم بياكلوا هنا وعم تفرج على التلفزيون هو حيقلدهم حيعمل مثلهم، فنحن لا يكون بوقت الاكل نحن مجموعين او ممكن يكون عم نحكي، هذا كمان كثير بيساعد الطفل بس انه ما يكون ملتهي بهي القصص اللي ممكن تلهيه ومثل ما قلتي ياكل كميات كثير كبيره وما يحسب قديش هو ياكل. تمام. من احد الاسباب اللي ذكرتيها اريج هي مشاكل الغدد ومشاكل ايضا السكر. صح. يعني كثير في من الاطفال وعن جد هي ظاهره كثير قويه وكثير منتشره هلا انه بيكون في سمنه مفرطه ببلشوا الاهل ريجيمات ممنوع تاكلوا ممنوع تاكلوا ممنوع تاكلوا، الاطفال ما نون عم ياكلوا بس هن بيطلع عندهم مشاكل بالغدة. يعني علاج الغدة هل هي مثلا التوجه إلى المراكز محل الطبيب التغذية ولا لا إلى طبيب الغدد؟ الحل وين؟ ويعني ايمت نحن بنقول انه ممكن الاطفال يكونوا عم يعانوا من الغدة وليس من السمنة؟ في شيء هيك يدل طبعا. على في شيء هيك ظاهره صغيره ولو انه تدل انه هي هلا هي اكثر شيء الوراثه بتلعب دور بهي القصه، يعني لما بيكون نحن في عندنا الاب او الام في عندهم غده او في عندهم مشكله هرمونيه وطفلهم عم بيعاني من زياده بالوزن فدائما لازم يتجهوا لهي القصه، اكيد الحل بيكون مشترك ما بين طبيب الغدد وطبيب واخصائي التغذيه لحتى يقدروا هن يلاقوا صيغه مشتركه، لانه نحن في عندنا كثير اغذيه بتاثر على امتصاص هرمون الالتروكسين اللي هو بيكون العلاج، يعني نحن في عندنا اغذيه اللي بنسميها نحن النباتات الصليبيه اللي فيها الزهره وال النبيط والملفوف، هدول كلياتهم ببطئوا من امتصاص الالتروكسين، فنحن لما بنكون عم نمشي بحميه صحيحه عم نفعل الدواء بشكل صحيح بالتغذيه فبيكون علاجه اكثر اسهل. باي عمر فينا نقول انه ممكن يكون عندهم غدد او يبين عندهم؟ ممكن يبين باي عمر. باي عمر ممكن يبين؟ من لما ببلش الطفل بعمر المدرسه خلينا نقول، يعني من الست سنين لحتى نكبر ببلش. طيب اي اكثر شائع عند البنات ولا عند الصبيان؟ الغده؟ أي. لا عند البنات. عند البنات. عند البنات شائعه اكثر، حتى الخربطات الهرمونيه ارتفاع هرمون البرولاكتين كمان عند حتى البنات. حتى بعمر صغير البنات. بعمر صغير كثير عم نشوفه بصراحه، يعني عم بيصير في عندهم مراحل او ظواهر البلوغ بشكل بعمر صغير، يعني عم تلاقي البنت عمرها 8 سنين او 9 سنين. صف رابع صف خامس. تماما عم بيكون في عندها مظاهر البلوغ، فهذا الشيء بيرجع للتغذية السيئة اللي عم بتصير عنا. طيب كثير الاهالي بتخاف من موضوع الغده مشان الكورتيزون، يعني انه اليوم انا بدي اعطي طفلي الكورتيزون وبنعرف نحن هو يعني علميا انه بده فتره حتى يطلع تماما من الجسم طبعا. فاحيانا هيك بتروح الام ما بدها تفوت بهي المتاهات، بتحاول تعمل الرجيمات بالبيت ممكن تفشل وممكن لا. من خلال اختصاصك ومن خلال زيارات الاطفال اللي عندك على المركز خبرينا عن الحالات اليوم قد ايه نسبه التجاوب من الاطفال والحالات اللي يعني اليوم المركز ما قدر يوصل للنتيجه اللي هو عم يسعى لها، شو كانت اسبابها؟
تمام. هلا اول شيء بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا من قصور بالغده الدرقيه فعلاجهم بيكون هرمون الالتروكسين. فهرمون الالتروكسين هذا نحن ما فينا ما ناخذه، يعني اذا ما اخذناه نحن ما حنقدر قد ما نظمنا بالاكل ما رح نقدر نحن نضبط هذا الموضوع، لانه اساسا نحن هذا الهرمون هو موجود بجسمنا عم ينفرز بشكل طبيعي. هذا الطفل فيه عنده مشكله او اضطراب عم بيخليه انه ما يفرز هذا الهرمون، فنحن لازم ناخذه لحتى نقدر ننظم كل شيء بشكل صحيح، فضروري انه نحن ناخذه. بالنسبه للكورتيزونات هي بتتاخذ بحالات ثانيه، بحالات فرد النشاط وليس قصور. ففي فرد النشاط حتى الكورتيزون نحن بيبقى 3 ل 6 شهور وبيطلع من الجسم، يعني انا بيجي لعندي مثلا احيانا باعمار 25 و26 واكثر، انا لما كان عمري 10 سنين اخذت كورتيزون فانا زاد وزني، اكيد لا. من وقتها ما بقى نزيل تماما، يعني هو 3 ل 6 شهور هو بيطلع من جسمك، يعني اكيد ما بيبقى بجسمك دائما. فهذا التراتبيه اللي بعدها هي نمط الحياه الغلط هو اللي بيخليك محافظ على هذا الشيء، اما الكورتيزون لا، ببعض الحالات حتى نحن الاشخاص اللي بيعانوا من البدانه او الاطفال اللي يعانوا من البدانه دائما بنلاحظ في عندهم مشاكل تنفسيه او ربو، هدول الاطفال علاجهم حصرا بيكون كورتيزون. فاجباري نحن بدنا نقدر ناخذ الكورتيزون لحتى نقدر نحن نساعد هذا الطفل، بس اكيد ما بيكون هو السبب بزياده الوزن. اكيد ريجا قبل ما نختم معك خلينا هيك نحكي، اذا حدا من الاطفال عنده سمنه ودخلنا بمسلسل الدايت كيف فينا نحن هيك يعني نعمل دايت بالبيت؟ هيك خلينا ننوه الصبح السناك الظهر وسناك الثاني، في اثنين سناك رح يكونوا للاطفال ويعني ثلاث وجبات وسناكين مثل الكبار. ايه نفس الكبار. طيب خلينا نعرف شو السعرات الحراريه، شو لازم ندخل لهم نحن وكيف بدنا نبعد عن الفات. تمام. هلا في بس فكره كثير صغيره نحكي عنها، انه نحن ما نفهمه للطفل انك انت هلا محطوط بدايه لحتى ينزل وزنك. تمام. نحن بدنا نحاول نفهمه بطريقه انه ماما نحن هلا بدنا نغير اسلوب حياتنا لشيء احسن، مثل ما انا عم بعمل انت بدك تعمل. تمام. بصير رده فعل سلبيه حتى للجسم، يعني اكيد يعني اذا بشوف اهله قاعدين عم بياكلوا ويعملوا كل شيء وانت هذا بهي الساعه ممنوع هلا تاكل، ما في شيء اسمه ممنوع عند الطفل وعند الكبير حتى. نحن بدنا نحاول نحن نلاقي طريقه سهله لحياتنا لتقدر تنظم الاكل بطريقه صحيحه. هلا بالنسبه لتنظيم الوجبات عند الاطفال كثير ضروري، نحن الصبح كثير من اوقات الام بتستسهل الحبوب الافطار او الكورن فليكس. الكورن فليكس فيها كميه سكر كثير عاليه، فنحن لما عم ياخذ الطفل الصبح بعد ساعه ساعتين عم بيجوع. وجبه الافطار كثير ضروري تكون بتحتوي على البروتين عند الاطفال وعند الكبار. البروتين بيض حليب جبنه لبنه مع نوع من انواع الالياف. هذا الشيء اول شيء بيرفع المناعه عند الطفل بشكل كثير كبير. ثاني شيء نحن بناخذ بروتينات فبنبني كتله عضليه بشكل كثير صحيح. ثالث شيء انه نحن بيعطينا شبع لفترات طويله. طب انت مع الشوفان للاطفال؟ مع الشوفان اكيد. ايه مع الشوفان، يعني بدل كورن فليكس فينا ندخل شوفان الصبح. حل ممتاز. فينا نحط مثل الكبار يعني مع حليب مع زبيب مع جوز مع تماما موز. حل ممتاز جدا الشوفان. كنت بدي احكي انه حبوب الشوفان فينا ناخذها بديل عن الكورن فليكس. العصير مثل ما قلنا نحن فينا نبدله اما بعصير فريش او حتى هلا في حتى لو الحليب يلي عم بيجي منكه او نعمله بالبيت، يعني ما بده شيء هو الحليب العادي بنحط له فريز او موز. تماما بالخلاط يعني بدقيقه بتنعمل وفينا نخليه اياها بالبراد اي مت ما هو حب، فهي موجوده عندنا بالبيت. ما رح تفقد قيمتها الغذائيه؟ لا ما اكيد ما كل وقت في كهرباء ريجي يعني اكيد طبعا حنحطها بالخزنه. طبعا الفواكه مثل ما قلنا نحن دائما نحاول نقطعها لحتى نخفف الكميه اللي عم ياخذها الطفل. ما نجيب الشغلات الطيبه دائما نحطها بوش الطفل، يعني ما لازم نحن بيتنا يكون مليان شيبسات ومليان شوكولا وهي قدامه وهو ممنوع ياكل منها، يعني نحن نجيب بكميات مقبوله نحاول انه نحن نفهمه انه انت فيك تاكل منها بس هي ما انا دائما صحيحه لك، ما انا دائما هي مفيده لك. هذا الشيء كثير بشوفه بالبيوت انه دائما في خزانة مليانة شيبسات وهي القصص وبده ياكل الطفل، يعني الكبير اذا شافه حياكل فاكيد ما حتقدر تسيطري على الطفل، فهي ما تكون متوافره دائما. وفي شغله كثير نحن بنقدر نشتغل عليها انه نحن ننزل الطفل معنا على السوبر ماركت، يعني نخليه هو يشوف يعرف شو في منتجات، يقدر يميز الشيء الصح من الشيء الغلط، نعلمه على هي الاشياء من هو صغير، فكل ما كان بعمر اكبر كل ما كان هو قدران انه ياخذ هي القصص او يتعود او يفهم جسمه بشكل صحيح اكثر. شكرا أريج درويش لحضورك معنا اليوم ولكل المعلومات، وان شاء الله هيك نقدر نمشي بالخطوات اللي حكيتيها لكل حدا اكيد عم يشوفنا وعنده المشكله يكون استفاد من معلوماتك لليوم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ميرسي كثير لك أريج خضور اخصائيه التغذيه، شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك.